استحلفك بالله يا اللي بتتفرج على المال الطيب ده هوت، تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصلاة على النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عدد حروف القرآن حرفا حرفا وكل حرفا ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وكل صفا ألفا ألفا، وعدد ذرات الرمال وعدد كل ما أحاط به علمك وجرى به قلمك. ونسألك يا رب أن ترفع عنا الغلاء والوباء عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم متابعين القناة من داخل مصر وخارج مصر، أهلا بكم يا أحلى وأغلى متابعين. يلا الكل يعمل لايك لقناة الريف حياتي، لأن القناة مش هتكبر إلا بحبكم وبدعمكم لينا. النهاردة هنتعرف على أسعار العجميات تحت عوشه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، معانا النهاردة مال طيب وكل حاجة قدام حضراتكم على الطبيعة. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلم محمود. السلام عليكم. ازي حضرتك يا غالي؟ قبل اي حاجه صل على الحبيب صلى الله عليه، قلبك يطيب. طبعا كل دول تحت عشره محترم ما شاء الله. نتعرف على الاسعار كده يا غالي بعد اذنك. اللهم صل على النبي. اول واحد العمر قد ايه تقريبا يا معلم؟ العمر اقل من سنه. اقل من سنه؟ اه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 27000. 27000؟ اه. تعشر بعد قد ايه يا معلم محمود؟ ان شاء الله في نص الكوره. يعني بعد كم شهر؟ بعد 3 شهور. بعد 3 شهور؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. كل حاجة قدام حضراتكم على الطبيعة اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السعر كام يا معلم محمود بتقول؟ 27000. 27000 نهائي؟ نهائي سعر النهائي. تمام. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. 4 شهور يا جماعة تقريبا وتعشر، والسعر 27000. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والحلويات دي عمرها قد ايه يا معلم؟ دي ان شاء الله سنه باذن الله. سنه؟ تعشر ان شاء الله بعد قد ايه يا غالي؟ 10 النهارده اليومين دول باذن الله. يعني ايام بسيطه يعني؟ ايام بسيطه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل حاجه قدام حضراتكم اهيت. 4 حلبات بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك يا رب في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. ودي سعرها كام يا معلم محمود؟ دي سعرها 32 و300. الاسعار دي نهائي يا معلم؟ نهائي سعر نهائي. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. والتفاحه دي يا معلم؟ التفاحه دي عامله 33 ونص ان شاء الله. اللهم صل على النبي. مطلوع عليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بس هتبيع فاضي طبعا. طبعا كله فاضي. اه تمام. هي المزارع كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي الحلبات قدام حضراتكم اهيت. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ودي يا معلم محمود؟ دي ان شاء الله ب 33 ونص. 33000 ونص. تعشر برضك على طول الوقت؟ تعشر جاهز. ولا لا تعشر جاهز. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. ودي يا معلم ايه؟ دي ب 35 ونص. 35000 ونص. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. تعشر برضك على طول يا معلم؟ على طول جاهز ان شاء الله. تمام. رقم تليفون حضرتك يا معلم محمود؟ 010 68 68 15 65. العنوان؟ بطره طلخه دقليه. بطره طلخه دقليه. اي حد محتاج اي حاجه من العرض ده يتواصل مع المعلم محمود، ورقم التليفون موجود في العرض. الاثنين دول تبعك يا معلم؟ تبع معلم. نبص عليهم كده يا غالي بعد اذنك. بسم الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. تمام. 30500. 30500. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 4 حلبات ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل حاجه قدام حضراتكم على الطبيعه اهيت. 29500. اللهم صل على النبي. 29500. تعشر بعد قد ايه يا معلم عزيز؟ ان شاء الله 3 اشهر. 3 شهور؟ 3 اشهر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك يا رب في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. ودي يا معلم ايه؟
دي يا عم 24000. 24000، اللهم صل على النبي. يعني دي مثلا 6 شهور كده 10؟ اه 6 شهور ان شاء الله. تمام، اللهم صل على النبي. كل حاجه قدام حضراتكم اهي على الطبيعه من قلب السوق، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. رقم تليفونك تاني يا معلم بعد اذنك؟ 010 68 68 15 65 المعلم محمود بطرة. اي حد محتاج اي حاجه من العرض ده يتواصل مع المعلم محمود، ورقم التليفون موجود في العرض. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عرض الفواخر عجميات تحت عوش. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. حبيب بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب. دي خدناها، دي خدنا سعرها الوقت يا غالي. اللهم صل على النبي. التفاح الامريكاني خدنا سعره الوقت. دي تفاحة العرض. ايوه 35.5. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي اللي في العرض يا معلم كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ربنا يبارك يا رب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. كل حاجة قدام حضراتكم على الطبيعية من قلب السوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ماشي يا غالي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. نزل الراجل ده في العرض. خليه يمسك ده العجل. مسك ده العجل يا معلم محمود. لو اي حد يحتاج اي حاجه دي تقدر تحضره بعون الله. يا حاج باذن الله لو عاوز قطر بهاي. اللهم صل على النبي. قطر بهاي موجود. اي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم محمود، ورقم التليفون موجود في العرض. ربنا يحسن صوم ان شاء الله يا معلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مال من احلى المال، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل حاجه قدام حضراتكم هي على الطبيعه. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. من اول عينيه اللهم صل على النبي لحد حافر رجليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما فيش غلطه. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب.